على كل المزيد من القاهرة ينضم إلينا محمد عادل عام النظافة. محمد يسعد صباحك، شكرا على تواجدك معنا في صباح العربية، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. يسعد صباحك. طب محمد، لم يسمح لك بتناول الطعام في أحد المطاعم، نريد أن نسمع منك الرواية، شو اللي حصل يا محمد؟ والله يا حضرتك يعني المفروض اما اخش اجيب اي حاجه، المفروض اي مدير او اي حاجه المفروض يقول له شيء اطلع بره او استنزل بره. غلط. يعني انت طلبت اكل قالوا لك اطلع بره. معلش يعني انا بالظبط كده. لا انا بني ادم زي اي بني ادم. بس يا محمد يعني هو المطعم اصدر بيان بيقول انه في سوء تفاهم حصل، هي مش مشكله انه اطلع بره. انت كيف بترد على هالموضوع؟ لا يا فندم معلش يعني بس كلمه اطلع بره دي عيب جامد قوي وغلط. طيب بعدها ايه اللي حصل يا محمد؟ شو صار؟ غلط. صار في مشادات كلاميه، صار في خناقه، شو صار؟ تمام. يا فندم شو صار؟ حضرتك المفروض اما اخش اجيب حاجه زي كده المفروض اخش حاجه زي كده اخش زي بني ادم زي اي بشر، تمام. اخش اخد الطلب بتاعي وافضل اطلع بره من نفسي. لكن انا عمري ما قعدت في محل حلو كلام واقعد برضه اكل، لا باخد الطلب وامشي. لكن اطلع بره دي لا، غلط 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 غلط. طيب يا محمد انت بعد كمان عليك انا حتى يا فندم اتفضل. يا فندم حتى كمان هنقاطع بون، يعني داخل بشري بفلوس مفروض اتفضل يعني اخد بعضي واتكل على الله بكل كرامه وبكل حاجه حلوه 100 فل و10 ما فيش اي مشاكل. اها يعني انت حتى بعد ضجه المطعم صار في ضجه اخرى بعد ما دعاك الفنان احمد العوضي لمأدوبة الطعام، صار في توجيه اتهامات انه فعل الخير مش على الملا وما يكون في متاجره بفعل الخير، انت كيف بترد وكيف شفت الموضوع؟ لا والله استاذ احمد صراحه يعني الفنان هو والله كلمه الهوى وقال له والله يا محمد انا عازمك والله لازم اشوفك ولازم نتعشى مع بعضينا وقبل ما تيجي هناكل في طبق واحد حلو كلام ونتعشى مع بعضينا. ونحن نشكرك جزيل الشكر من القاهره محمد عادل عامل نظافه، شكرا جزيلا لك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، ربنا يخليك.